بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة، والذي يبدأ الآن ويستمر حتى قبل منتصف الليل بدقائق قليلة على قناة النيل الأخبار. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، وبنقدم في بداية حلقة اليوم خالص التعازي لأسر المتوفين الذين لقوا حتفهم اليوم في حادث البحيرة المأساوي، وبنسأل الله العلي القدير أن يعني يغفر لهم ويرحمهم ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. النهاردة إن شاء الله معنا وقفتين حواريتين. الوقفة الأولى هتكون متعلقة بالتقرير اللي عرضته مصر، وعرضه تحديدا وزير العدالة الانتقالية، تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان في مصر أمام جلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة. عندنا وقفة حوارية ثانية متعلقة بهذا الحادث الأليم، آليات مواجهة حوادث الطرق عقب حادث البحيرة المروع الذي راح ضحياته 18 شخص. طبعا في هناك إحصائية بتقول أن في 13 ألف قتيل و40 ألف مصاب سنويا، أي بنحو حوالي 1100 قتيل و3300 مصاب شهريا، بالإضافة طبعا ل 17 مليار جنيه خسائر في إجمالي الناتج القومي. الحقيقة أنه بعد حادث البحيرة المروع أيضا الحكومة في اجتماعها الممتد توافق على تعديل قانون المرور، وتشكل لجنتين، الأولى لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل طلاب المدارس، والأخرى لمراجعة الطرق. وقال أيضا رئيس الوزراء أنه لا مكان للمقصرين. ده هيكون حوارنا الثاني في هذه الحلقة. احنا معنا مشاهدينا خبر عاجل، وهو انفجار في محطة قطار، او يعني في قطار بمنوف. معنا للحديث بشكل اكثر تفصيلا حول هذا الحادث الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمنوف او بالمنوفية تحديدا. بنرحب بحضرتك دكتورة هناء. اهلا وسهلا بك يا فندم. التفاصيل المتوافرة وملابسات هذا الحادث ايه يا فندم؟ هو الوصف اللي لنا الى الان هو انفجار في محطة القطر بمركز منوف، وتم دلوقتي نقل 10 مصابين وجثة إلى مستشفى منوف العام. 10 مصابين وقتيل. طيب جثة. المصابين يا فندم حالتهم إيه؟ هو إلى الآن اللي متبلغين بس يعني معظمهم حالات متوسطة، نعم، بين إصابات وبين حروق، وحالة واحدة بس إصابة بالرأس. إصابة خطيرة يعني، حالة واحدة. والأستاذ الدكتور معالي الوزير دلوقتي ده تعليمات فورية برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والاستعدادات اللازمة من توفير الأدوية والمستلزمات والأكياس الدم والاستقبال وعربيات الإسعاف. يعني في دلوقتي تم عربية إسعاف واقفين عند محطة القطر برضه للاستعداد لأي مصابين يظهروا. طيب دكتورة هناء، هل في أي يعني أسباب وضحت وراء هذا الانفجار؟ لا والله إحنا لسه، لأن بيبقى كل اهتمامنا سيادتك بالمصابين داخل المستشفى، أما ما يخص الظروف الأمنية فإحنا بنبقى بعاد عنها شوية في المرحلة دي. طب استعداداتكم الطبية إيه يا فندم لتلقي حالات الإصابة؟ الحمد لله حضرتك كانت دايماً التعليمات، وكان لسه معالي الوزير عامل الاجتماع يوم السبت اللي فات ده على طول، وان احنا على طول المخزون من الادويه والمستلزمات موجود في المستشفيات وفي مخزن المديريه لا يقل عن استهلاك 3 شهور. فالحمد لله باذن الله مش هنحتاج اي حاجه خالص، ومش هتحتاجوا حالات يتم نقلها الى القاهره. لا 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 يا فندم، ان شاء الله الحالات متوسطه باذن الله، وان شاء الله احنا بنتعامل معاها بفريق طبي دلوقتي تم استدعائه من الجراحين واخصائيين للحروق. هل يعني اتضحت اسباب الوفاه بالنسبه لحاله الوفاه الواحده في هذا الانفجار؟ لا الى الان لا، لا الى الان لا، ان شاء الله حضرتك بس يعني قدامنا 10 دقائق ربع ساعه وممكن نقول التفاصيل باذن الله. طيب بالتاكيد هنتابع مع حضرتك. بنشكرك جزيل الشكر دكتوره هناء سرور، وكيل وزاره الصحه بالمنوفيه. إذا نعود إلى الحادث المروع، حيث نعت رئاسة الجمهورية بمزيد من الحزن والأسى شهداء حادث البحيرة المروع، والذي أودى بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار وهم في طريقهم إلى تلقي العلم. وأبدأ السيد رئيس الجمهورية أسفه الشديد لوقوع الحادث، ووجه تعزيه لأهالي الضحايا، وأكد على أهمية وضع خطة قومية عاجلة لمنع وقوع مثل تلك الحوادث، مع تجديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور والتطبيق الصارم لمواده، وخاصة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة إزاء أي سلوك غير ملتزم. كما كلف رئيس الجمهورية المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بوضع تصور كامل لسبل تجنب حوادث الطرق من خلال تنظيم مجموعات عمل يشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن يرفع تقرير متكامل للسيد رئيس الجمهورية بنتائج المجلس خلال 15 يوما من تاريخه.
احنا بالتأكيد مشاهدينا الكرام هنكون مع حضراتكم لموافاتكم بكافة التفاصيل المتعلقة بحادث انفجار قنبلة بقطار منوف. هو يعني آخر الأنباء العاجلة بتشير إلى أنه اثنين، أحدهم أمين شرطة أعتقد قد استشهدوا، أو الاثنين أمناء شرطة استشهدوا في هذا الحادث الأليم، وإصابة 11 شخص. وبالتأكيد هيكون معنا اتصالات هاتفية مع أحد المصادر الأمنية للتأكد من هذه الحصيلة وأيضا الوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث. فيما يتعلق بالحادث الآخر المأساوي المروع اللي شهدته مصر صباح اليوم في البحيرة وأدى إلى تفحم 17 وإصابة 18، مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه مساء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وفي إطار مواجهة حوادث الطرق المتكررة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور. تضمن التعديل يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10,000 جنيه. فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة 20,000 جنيه. إذا حكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبا القضاء بإلغاء رخصة قيادته، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 73. نعود مرة أخرى لحادث محطة القطار. معنا المهندس رشاد عبد العاطي نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر. باش مهندس، ما الذي حدث بالضبط؟ والله بعد وصول قطر 858 اللي جاي من كفر الذهاب لمحطة منوف، بعد نزول الركاب وتخزين القطار على السكة اللي بيبات عليها، حصل انفجار في إحدى العربيات، في العربية قبل الأخيرة من القطار، وده ادى للخسائر في المبنى والارواح، بس لسه مش عارفين عدد الاصابات لغايه دلوقتي قد ايه، بس 2 من امناء الشرطه توفوا. والاصابات مش عارفين متاكدين من العدد قد ايه لغايه دلوقتي، وفي تهدم في المبنى وفي الرصيف المحطه والتطاير للشبابيك والبيبان بتاعت العربيات بتاعت القطر والمبنى. طيب، يعني هل لاحظ احد انه كان في مشتبه بهم في المحطه؟ يعني هل من تحريات ظهرت؟ ما هو لسه بقى حضرتك، هو كان امناء الشرطه متوجهين لمكان الجسم الغريب اللي تم اكتشافه ده عشان يشوفوا ايه الجسم الغريب ده، فانفجر. اول ما وصل عنده قريب منه كان انفجر في مهندس فخر. طبعا لسه البحث الجنائي بقى ان شاء الله يشوف ويقرر. طيب، ايه الاجراءات الامنيه المتخذه الان في المحطه؟ في كردون في المحطه وفي عمليات بقى بحث من جانب البحث الجنائي ومن جانب قوات الحمايه المدنيه وخبراء المفرقعات بيعملوا مسح للمحطه كلها شامل، احتمال يكون في حاجه ثانيه. طيب، يعني هل بهذا الحادث المأساوي أيضا الحقيقة، هل تأثرت المحطة مواعيد القطارات؟ ما الذي سيحدث بالنسبة لجدول المواعيد؟ لا حضرتك، إن القطر ده كان واقف على مخزن بعد نزول الركاب بيبات وبيوم الصبح. إن شاء الله هنستبدل القطر ده بقطر ثاني سليم عشان يشيلوه في ميعاده إن شاء الله الصبح في جدوله. أما الخط الطوالي شغال مفيش مشاكل. يعني طبعا حضرتك احنا كانت الموضوع الساعه 9 و10 مساء، يعني بتبقى حركه القطارات خفيفه. شكرا لك مهندس رشاد عبد العاطي نائب رئيس هيئه سكك حديد مصر. ومتابعة ينضم إلينا أيضا مراسلنا بالمنوفية خالد عباس. خالد، التفاصيل المتوفرة لديك وآخر حصيلة تتحدث عن استشهاد أميني شرطة وإصابة 8؟ الحادث انفجرت منذ قليل قنبلة داخل قطار الذي تحرك من كفر الزيات متجها إلى المنوفية. بمجرد وصوله إلى منوف انفجرت القنبلة، وأكدت مصادر أمنية أن هناك إصابات متعددة، مصرع 2 وإصابة 9
من الأفراد المحيطين، وتم الدفع بثمان عربيات إسعاف إلى موقع الحادث وإقامة مستشفى ميداني في نفس المكان. والإصابات عبارة عن كسور وكدمات، وانتقلت رجال المفرقعات إلى موقع الحادث وتم عمل كردون أمني حول مقر الواقعة. نعم، طب خالد، هل تم العثور على أي قنابل أخرى مجاورة أو أي يعني أشياء يشتبه في أنها قد تكون قنابل؟ هو طبعا هو انتقلت حضرتك رجال المفرقعات الى موقع الحادث حاليا وعملوا كردون حول المنطقة لتبين اي قنابل اخرى او اي ممكن اي اشياء اخرى موجودة في هذا المكان. طيب لا توجد لديك اي معلومات حول يعني هذه القنبلة، من يكون قد وضعها، اي مشتبه فيهم، اين كانت موضوعة تحديدا داخل القطار؟ هو طبعا هو منذ قليل ولم يتحدد الى الان مكان القنبلة، ولكن جاري التحقيق وفي المكان الحادث حاليا، وموجود رجال الامن متواجدين داخل المنطقة لعمل تحريات ومعرفة من الجاني ومعرفة بعض الاشياء الاخرى. ماذا عن حركة القطارات الان بمحطة منوف؟ قد تكون متوقفة تماما نتيجة هذا الانفجار لانه منذ قليل. بنشكرك جزيلا خالد عباس مراسل النيل من المنوفية، وبالتأكيد سنعاود الاتصال بك للوقوف على أي تطورات متعلقة بهذا الحادث. إلى خبر آخر، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا اليوم بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين السيدة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشار لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي. صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس السيسي عقد اجتماعا اليوم بمقر رئاسة الجمهورية مع اللواء أحمد جمال الدين والسيدة فايزة أبو النجا، حيث ناقش معهما رؤيتهما بالنسبة للتحديات المختلفة والخطوات اللازمة لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة. وقد أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين السفير خالد علي مصطفى البقلي أمينا عاما لمجلس الأمن القومي. في خبر آخر، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة كمجتمع عمراني متكامل بيحقق التنمية المستدامة لأهالي مدينة رفح، على أن يتم عرض هذه الدراسة عليه خلال 15 يوما من تاريخه، وذلك بناء على تقرير المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية. صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال كذلك إن الرئيس السيسي كلف أيضا الأجهزة المعنية بالدولة ببحث ودراسة الموقف التنفيذي لتعويض المتضررين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدودي ورفع تقرير له، كما أكد على ضرورة استمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقق زيادة معدلات التنمية والاستقرار لأهالي سيناء. أكد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن المرحلة الحالية هي المرحلة الحاسمة في المعركة ضد الإرهاب، وأضاف اللواء عبد اللطيف أن قرار إخلاء الشريط الحدودي برفح سيحد من إمدادات السلاح والذخيرة التي كانت ترد للعناصر الإرهابية والتكفيرية في سيناء، بالإضافة إلى منع تسلل العناصر الإرهابية من الجانب الآخر من الحدود. وأكد اللواء عبد اللطيف أن السياسات الأمنية ترفض تماما أي محاولات من قبل المواطنين أيا كانوا لمواجهة العناصر الإرهابية، فمواجهة الإرهاب على الأرض هي من صميم عمل أجهزة الأمن وحدها، بينما يقتصر دور المواطنين على إمداد تلك الأجهزة وإبلاغها فورا عن المعلومات المتوفرة عن أي أشخاص مشتبه بهم. معنا مشاهدينا أيضا لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بقطار منوف رقم 858 والقادم من كفر الزيات والقنبلة التي انفجرت به، معنا الأستاذ أحمد عبدالله رئيس القسم الأمني بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ أحمد، آخر المعلومات المتوفرة لديك حول هذا الحادث؟ بحسب وزارة الداخلية وبحسب المصادر الأمنية، الإحصائية ضحايا هذا الحادث الخفيف حتى الآن هي استشهاد أمني شرطة، أحدهما من قوة شرطة النقل والمواصلات والآخر من قوة الحماية المدنية، و
بالاضافه الى اصابه 6 مواطنين. خبراء المفرقعات بيقومون حاليا بتنشيط عربات القطار بالكامل للتاكد من عدم وجود اي عبوات اخرى. طيب بالنسبه للشهيدين، هل كانوا متواجدين داخل القطار استاذ احمد؟ سؤالي الاخير لحضرتك. الشهيدين كان من ضمن الخدمات الامنيه المعينه لتامين محطه القطار، وعقب القطار واثناء قيامهما بفحص العربات اشتبه في جسم غريب في العربه الاخيره من القطار، فقام على الفور باخلاء القطار من الركاب لحين استدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع هذا الجسم، الا انه انفجرت القنبله. نعم، نشكرك جزيل الشكر استاذ احمد عبد الله رئيس القسم الامني بوكاله انباء الشرق الاوسط. حوارنا الاول بعد موجز الانباء. تحية لحضراتكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية انفجار عبوة محلية صنع داخل قطار منوف كفر الزيات أثناء توقفه بمحطة منوف، مما أسفر عن استشهاد أمين شرطة من شرطة النقل والمواصلات ووقوع عدد من الإصابات. في تصريحات خاصة للنيل ذكرت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن عدد المصابين حتى الآن وصل إلى 10 مصابين. من جانبه أوضح المصدر الأمني أن الخدمات الأمنية التابعة لشرطة النقل والمواصلات كانت قد اشتبهت في جسم غريب داخل العربة قبل الأخيرة من قطار منوف كفر الزيات، مشيرا إلى أنه تم على الفور فرض الطوق الأمني بمحيط الجسم الغريب لحين فحصه، وذلك بعد إخلاء القطار من الركاب، إلا أن الجسم الغريب انفجر. وأضاف المصدر الأمني أن خبراء المفرقعات يقومون حاليا بتمشيط القطار للتأكد من عدم وجود أي عبوات ناسفة أخرى. نعت رئاسة الجمهورية بمزيد من الحزن والأسى شهداء حادث البحيرة المروع الذي أودى بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار وهم في طريقهم إلى تلقي العلم. وأبدى رئيس الجمهورية أسفه لوقوع الحادث ووجه تعزيه لأهالي الضحايا، وأكد على أهمية وضع خطة قومية عاجلة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مع تشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور والتطبيق الصارم لمواده وخاصة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة إزاء أي سلوك غير ملتزم. كما كلف رئيس الجمهورية المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بوضع تصور كامل لسبل تجنب حوادث الطرق من خلال تنظيم مجموعات عمل يشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن يرفع تقرير متكامل للسيد رئيس الجمهورية بنتائج الاجتماع خلال 15 يوما من تاريخه. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس اليوم أن الحكومة ستعمل بكل قوة على محاربة الإهمال الذي تعتبره إهمال يجب محاربته مثلما نحارب الإرهاب الأسود، وأنه سيتم استنفار المجتمع كله في هذا الإطار. بنحارب الإهمال دلوقتي، بنحارب إرهاب وإهمال، وبرضو أن الإهمال نوع من التخريب، وبالتالي يعني الإهمال نوع من الإرهاب أيضا. وده يمكن النهاردة في قرارات في كثيرة، في النهاردة قوانين إن شاء الله هترفع بحيث إنها تدرس جيدا تكون رادعة للناس اللي مش مهتمة والناس اللي نسيت القانون وبتسبب لنا النهاردة كوارث في جميع المجالات مش في المرور بس، ولكن هناك فعلا توجه النهاردة حكومي قوي جدا على كافة المستويات، لا مجال لإهمال خلاص. يعني الحقيقه يا فندم بعد اذن حضرتك، يعني دقيقه، لو اتخذتها الحكومه برئاسه حضرتك وانت تعمل بجد واجتهاد انت وطاقم الحكومه، لكن اهم الاجراءات اللي ممكن
أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أن موافقة إسرائيل على خطط لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية من شأن تقويض الجهود الدولية الرامية لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. وأضافت أن المجتمع الدولي بدءا من الاتحاد الأوروبي يشارك في تقديم المساعدة لإعادة تأهيل غزة ومساعدة الطرفين على استئناف عملية السلام، ولكن هذا القرار يمثل خطوة أخرى ضارة جدا من شأنها تقويض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، ويشكك في التزام إسرائيل بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض السلمي مع الفلسطينيين. للمزيد من المتابعة حول الحادث الأخير الذي وقع في قطار كفر الزيات منوف ينضم إلينا عبر الهاتف السيد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات والإعلام. سيادة اللواء، ما لديكم في هذا الإطار؟ يعني هو حوالي الساعة 5 مساء اليوم فور وصول القطار كفر الزيات منوف إلى محطة منوف، اشتبهت القوات في إحدى العبوات، تم إخلاء القطار، وأثناء الانتهاء من عملية إخلاء الخطار من الراكبية حدث انفجار في العبوة العربة الأخيرة أدى إلى استشهاد 2 من أمناء الشرطة، أحدهم يتبع الإدارة العامة شرطة النقل والمواصلات والآخر من قوة إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، وإصابة 6 من المواطنين الذين تصادف وجودهم على رصيف المحطة. هل من أسباب حتى الآن لوقوع هذا الانفجار أم أن الوقت سبق الأوان فيما يتعلق بالأسباب الفنية أو من يقف وراء هذه العملية؟ يعني هي عبوة محلية كانت موجودة في العربة الأخيرة من القطار، أدى انفجارها إلى موجة انفجارية أصابت أمناء الشرطة الموجودين وعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم على مقربة من العربة، والأجهزة الأمنية تفري شؤونها للوقوف على ظروف هذه الواقعة ومن وراءها، وإن شاء الله أؤكد لك أن أجهزة الأمن